يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قد يكون الإنسان يحب الله لكن الشيطان غلبه على فعل المعصية، فهل يخرجه ذلك من محبته لله؟ لا، يخرجه إذا استمر على المعصية، أما إذا تاب فهذا دليل على أنه يحب الله. إذا خجل وتاب إلى الله هذا دليل على أنه يحب الله عز وجل ويخجل من الله ويخاف من الله. نعم.